وينضم إلينا عبر الهاتف من جدة المحلل السياسي الدكتور علي القرشي. أهلا بك دكتور علي معنا في هذه النشرة. بداية، ما هو تعليقك على تصريحات وزير الخارجية عادل الجبير لفوكس نيوز حول مقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله؟ أهلا، مساء الخير لكم جميعا. تصريحات الأستاذ عادل الجبير لها أهمية خاصة لأنه جزء من فريق إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات العامة. هذا الجهاز الذي شكل له سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لجنة من الحكماء، أستطيع أن أقول أنها جزء من حكومة الظل. حينما نتحدث عن وجود وزير سمو ولي العهد وسمو وزير الداخلية ووزير الخارجية والرجل القانوني الخبير الكبير الوزير الدكتور مساعد العيبان والدكتور إبراهيم العساف والأستاذ الفريق الهويريني، نحن نتكلم عن مجموعة من حكماء البلد وأيضا رئيس جهاز الاستخبارات حميدان، مجموعة من الرجال ذوي الخبرة الطويلة وذوي العلم الواسع والعميق والعريق. بالتالي حينما يتحدث أحدهم يجب أن ننصت جيدا. كل ما نراه الآن دولة على قدر كبير من الشفافية، وصفها ترامب في آخر تصريحاته بأن الملك سلمان رجل قوي وحكيم وأن ولي العهد رجل محب لوطنه ولا علم له بما جرى في داخل القنصلية وأن البلاد وأن الشفافية عالية في إعلان النتائج وأن البلاد إن شاء الله ستتجاوز، هي والولايات المتحدة ستتجاوز كما أشار الأستاذ الجبير كل هذه المطبات لنقل أو العقبات التي تعترض العلاقات الثنائية، ولن تؤثر في أبدا في العلاقات التاريخية الراسخة التي وثقت منذ عهد الملك عبد العزيز في عهد الرئيس روزفلت، وما زالت تتعمق وما زالت المصالح متبادلة وما زالت الأهداف المشتركة في المنطقة لإشاعة الاستقرار ومقاومة الجماعات الإرهابية والدول المارقة في المنطقة، لا زالت أهداف مشتركة كبيرة ليس من السهولة أن يتم التفريط بها. وبالتالي نحن في هذه المرحلة يجب أن نشدد على أن الإعلام يجب أن يوجه لتعزيز هذه العلاقات والابتعاد عن العنتريات والتصريحات لنقل الكتابات الصحفية التي لا تصب في مصلحة العلاقة الاستراتيجية بيننا وبين الولايات المتحدة. نحن قدمنا 18 مسؤولا للقضاء، قدمناهم الآن هم في مرحلة التحقيق. لم نقل هذا وزير وهذا كبير وهذا صغير، لم نستثني أحدا، لم نستثني بسبب الرتبة أو المقام كما هي عادة سيدي الملك سلمان، لا كبير فوق الحساب، وهذا أعلنه منذ أول يوم تولى فيه السلطة في هذه البلاد وبايعناه هو ولي عهده البيعة التي ما زالت في أعناقنا ونؤكدها ونشدد عليها يوما بعد يوم. نحن نؤمن بصدق هذه التصريحات ونصطف حاليا خلف قيادتنا ونأمل قريبا أن تتضح الحقائق أولا بأولا مثل ما صرح الأستاذ الجبير. نعم دكتور علي، لكن استكمالا لحديثك حول الإجراءات التي اتخذتها المملكة حول قضية خاشقجي، تدل أيضا على الوضوح والشفافية لإجلاء الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة المأساوية، وأيضا تدل على أن حكومة المملكة وثقت أسس العدل في نظام القضاء. هل لك أن تحدثنا أكثر على هذه الإجراءات؟
لا شك، أولا إصلاح جهاز الاستخبارات لأول مرة يفتح هذا الجهاز الرهيب أمام كفاءات ليست من داخله، كفاءات من أجهزة متعددة، وذلك لأن خادم الحرمين يريد أن يصل للحقيقة، للوضع الحقيقي. هذا الجهاز الحقيقة لم يتعرض عبر تاريخه لأي هزة تمكن باقي الأجهزة من الاطلاع على ماذا يعمل وكيف يعمل. فإعادة هيكلة الحقيقة إنها فرصة استثنائية أتاحها خادم الحرمين وولي عهده الأمين. أيضا هذه قمة الشفافية، لأنه نحن هنا نريد أن نصلح موقن الخلل. الجهاز الذي يقوم أشخاص فيه بأعمال ويحاولون التغطية عليها، هذا جهاز يجب إعادة هيكلته. أيضا إطلاع المدعي العام أولا بأول على ما يجري وإشراكه في القضية حتى يتمكن من إيجاد الحقيقة هو أيضا، ويوجد حالة قضائية يمكن أن يحال فيها المتهمون للقضاء لنرى من البريء ومن المذنب وما هو الخطأ الذي ارتكب. كما أشار الأستاذ الجبير، لا نعلم بالضبط وبالتحديد ما الذي جرى داخل القنصلية وأين جثة الرجل ما لم تستكمل التحقيقات. ونحن الآن التحقيقات ليست بيد جهة واحدة، إنما هي بيد عدد من الجهات، وهذا أسلوب متطور لاستجلاء الحقيقة وعدم السماح لجهة واحدة بالتفرد نعم. بها وإظهار ما تريد وإخفاء ما لا تريد. نعم، إذن كان معنا من جدة المحلل السياسي الدكتور علي القرشي، شكرا جزيلا لك.